البدايه القويه لابناء باب سويقة. مايكل انيرامو منذ الدقيقه الثانيه يتمكن من الوصول الى مرمى الحارس ادما وهدف اول وفرحه كبيره في صفوف الترجيين. سوادوغو ادما في حراسه المرمى ثم اوكونسي مونديلا رقم 30 رقم 29 شارجو امسا رقم 6 تشولا. اذا ضربه مرمى امامكم بالنسبه للترجي الرياضي التونسي اللي متفوق كما قلنا بنتيجه هدف مقابل صفر وخالد العياري سحب الهدف الاول. ثم رقم 16 كحارس بالنسبه للقاءات السابقه بين الفرق التونسيه خاصه الترجي والفرق البوركينيه التفوق كان ديما لفائده الترجي الرياضي التونسي. وتبعوا هذه المخالفة تنفذ في القائم الثاني وبعدها تخرج تخرج الكرة لفائدة اليسرى باش يتولى تنفيذ الكرات الثابتة وخاصة المخالفات تكون قريبة وقريبة مشوكة من الجهة اليسرى تنفذ بالرجل اليسرى وروجي يحاول باش يصوب بكل قوة والتصويبة تمر بعيدة على مرمى الإفريقية وكذلك النادي الرياضي الصفاقسي نتمنى لهم حظ سعيد. تنفذ طويلة من أيمن بنمر وكانت خطيرة جدا ومباغتة والحارس بكل صعوبة سوادوغو أداما يحول وجهة هذه الكرة إلى أداما وتتقسم من فريق الترجي الرياضي التونسي طويلة وثم مايكل إنرامو طليق وحده مايكل إنرامو يحاول باش يهرب مايكل إنرامو يحافظ على الكرة وتوصل له الكرة والهدف الثاني لا الحارس يتفضل ثم الهدف الثاني الآن الهدف الثاني وخذ العياري الهدف الثاني ثنائية الهدف الثاني اذا الترجي الرياضي التونسي توصل في ربع ساعه لعب من تحقيق ثنائيه تخليه بكل اريحيه بكل راحه بال يواصل بقيه المباراه. اذا 2-0 لفائده الترجي وخالد العياري يضيف الهدف الثاني لفائده الترجي. شوفوا كيف مايكل إنرامو والحارس يتصدى للمره الاولى ويقعد يتبع فيها بالنسبه للاعب يعرف كيفاش ينتهز كل الفرص خالد العياري. تابعوا هذا الهجوم وثم الهدف تذليل الفارق لفائده فريق البوركيني على اثر ركنيه كانت مباغته ما ثماش محاصره في القائم الاول وتتغير النتيجه وتصبح هدفين لهدف لفائده فريق شوفوا كيفاش الاعاده ويتمكن اذا اللاعب رقم 30 من تحقيق وهو اوكونسي فريق الترجي عرف منذ ربع ساعة الأولى بسجل الثنائية وفي الدقيقة 16 تبعوا هذا الهجوم الخطير وهنا الدفاع يزمو يعرف كيفاش يسكر شو هو يتولى تنفيذ هذه المخالفة ربما مباشرة تكون مقوسة والحارس يخرج بيديه أنا نعتذر من رداءة الصورة اللي جاينا من المصدر وتحديدا من تلفزة بركان نشوفوا يوسف المساكني يوسف المساكني مازال محافظ على كورته يوسف المساكني يحاول باش يوزع والكرة توصلش والخالد العيار يحاول باش يصوب لكن توصل الكرة ضعيفة للحارس كاد الحارس وكذلك استغلال كل الفرص المتاحة ترجع الكرة من جديد الفريق البوركيني يحاول باش يرفع الكرة وتخرج جانبية كانت فرصة كبيرة جدا للفريق البوركيني هذه الركنية تحاول توزيع في القائم الثاني وكانت صعبة جدا والحارس وسام نواره يتألق في المباراة وقام على شوط من الشوط الأول والحكم الأول كاميرا فانجو ديال مامادو وبالطبع أيضا سامو البيت والمحاولة الأخيرة وفرصة للترجي الرياضي التونسي داخل تحكيم غيني موكلي إدارة هذه المباراة والحكم الأول سامو البيت ثم بلاستي ولا تصويبة الحارس وسام نواره ممتاز الحارس وسيم مرتضى وما جديد على مكان علي والحارس ترجع الكرة من جديد ثم هجوم مايكل إنرامو
مايكل ايرامو وثم خالد الخربي، خالد الخربي بالقدم، مايكل ايرامو باهي ممتازه من مايكل ايرامو، مراوغه ثمينه وتوصل الكره الى سويسي، سويسي ووجه بوعزي والهدف، والهدف الثالث من وجه بوعزي في الدقيقه 78 تتغير النتيجه وتصبح 3-0. شوفوا الهدف كان سريع جدا من الناحيه اليمنى، ومايكل ايرامو قام بمجهود طيب بعد ما رفع الكره بمنافسه هنا، والتمريره ذكيه ياسر الى السويسي، ثم السويسي بعد الكره، وشوفوا كيفاش بكل ذكاء ويكون اذا الهدف الثالث. ثم بالنسبه للترجي الرياضي التونسي شوفوا السرعه وعنده كما قلنا بعض اللاعبين، شفنا بالنسبه محمد بن منصور قاعد يطبق قاعد يتابع ظله، شوفوا الفرصه هذه وحارس المرمى ممتازه ممتازه من وسيم نوارا، يحول وجهه التسويبه كانت من عيسى سلومون. يقولوا الترجي الرياضي التونسي في الدور الثالث مع فريق المريخ، هذا هو ما انتظر، ويوسف المساكني يشوفوا التمريره متميزه جدا لكن يخرج الحارس ادما تواحده مع علي ربو من جانب الفريق البوركيني، علي ربو يغير كليا. ديارا الان ديارا ديارا حب باش يصوب ارضيه، شوفها كيفاش تنطت امام الكره، وشوفوا الفرصه هذه ومره اخرى وفرصه اخرى ذي على مره في هذه المهمه، شفنا القى صعوبه مع الاسود السيراليوني، وفي المباراه الثانيه هذه 4-1 مباراه الذهاب ثم 3-1، وفي هذه اللحظه كذلك الحكم يعلن عن نهايه هذه المباراه بتقدم الترجي الرياضي التونسي ب3 أهداف مقابل هدف واحد، ثنائيه لخالد العياري وفي بدايه هذه المباراه بعد 4 ساعة لعب، وكذلك يتمكن اللاعب وجدي بوعزي من اضافه الهدف الثالث في الدقيقه 78.